بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، نرحب فيكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج الأم. يا هلا مرحبا فيكم مستمعين، نجدد لقائنا بكم هذا الأسبوع وكل أسبوع بإذن الله في حلقة جديدة نتحدث فيها عن خطوات الجوازات والمرور ضمن تعزيز التدابير الوقائية للحد من كورونا. لكن اسمحوا لنا في البداية تقبلوا تحياتنا من خلف الميكروفون شيخ الزياني. تقبلوا تحياتي النقيب جاسم عيد آدم، ومن الأعداد مريم محمد ومروى عبد الجواد، النقل المباشر نائب عريف عبد الرحمن الخدري وأوزير مختار. تقبلوا تحيات مخرج منفذ مساعد ملازم ثاني عبد الرحمن البطي. برنامج الأمن من إخراج الملازم مروى المعراج. طبعا حلقتنا مثل ما ذكرت راح نتكلم عن الخطوات اللي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور ضمن تعزيز التدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا. في تغريدات الوزارة أعزائي المستمعين، اجتماع طارئ عن بعد لوزراء داخلية التعاون الخليجي. وفي دردشة الخميس نتكلم عن الإرشادات والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. في فقرة الأمن خلال الأسبوع راح نتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور لنتعرف على آخر التطورات الأمنية والمرورية. وطبعا في مسابقتنا الأسبوعية راح طبعا نتم استقبال اتصالاتكم المشاركة في مسابقة هذا الأسبوع، راح تكون الأسئلة عن موضوع الحلقة على طبعا هاتف البرنامج 1-7-6-8-4-8-8-8 وجوائز نقدية بانتظار الفائزين. أحبك يا البحرين أرض المحبة والسلام، أفتخر أني بحريني من ديرة الكرام، عاشت البحرين وبيرقها عالي المقام. تغريدات الوزارة. تغريدات الوزارة. في أول تغريدة أعزائنا المستمعين، معالي وزير الداخلية يشيد بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد عن بعد لوزراء داخلية دول مجلس التعاون، ويؤكد أهمية تبادل الخبرات للحد من انتشار فيروس كورونا. وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد، معالي وزير الداخلية يقوم بزيارة فريق تتبع المخالطين ويشيد بجهوده المتميزة في الحد من انتشار كورونا. في إطار الإجراءات الاحترازية، الجمارك تدعو للالتزام بإجراءات حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد والصادرة من الجمارك السعودية. والمرور تنفذ حملات إنفاذ للقانون وسط الأحياء السكنية للتوعية بخطورة إصدار أصوات مزعجة من المركبات. محافظة العاصمة تقوم بتوزيع 4200 سلة ووجبة غذائية للمتضررين من كورونا في حملة معنا نهتم. وخلال زيارة مركز الدفاع المدني بمدينة حمد محافظة الشمالية، يحيي المتطوعين ويشيد بدورهم في تلبية نداء الواجب الوطني. معا من أجل البحرين. حب الإنسان لوطنه هو فعل وعمل وتضحية وخدمة ودفاع، وليست مجرد شعارات رنانة نرددها ولا نحققها، خصوصا أن وطننا اليوم يمر بتحدي كبير. واجبنا أن نقف جميعا يد واحدة لمواجهة هذا التحدي بحرصنا والتزامنا بالإجراءات الصحيحة وتعاطينا الإيجابي والصحيح مع هذه الأزمة، وبإذن الله بنعديها بخير وسلام. دردشة الخميس.
طبعا في ظل الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، تم التأكيد على موضوع التباعد الاجتماعي من قبل الطواقم الصحية والأمنية وكافة الأجهزة، مشكورين طبعا. هذا الموضوع اللي من خلاله راح بإذن الله نحد من انتشار هذا الفيروس. يعني اليوم والله الحمد يعني مملكة البحرين تخطو خطوات واسعة في سبيل الحد من انتشار هذا الفيروس. الإرشادات كثيرة، يعني لله الحمد ما تم المنع الكلي أو الحظر الكلي، ولكن احنا نتمنى أن يكون المجتمع أكثر وعيا. يعني الواحد بروح يلعب رياضة مثلا، يخلي مسافة متر بينه وبين الشخص اللي يمشي معاه، نحاول أنه ما يكون في أي تجمعات في أي مكان. وأيضا مفهوم التباعد الاجتماعي اليوم رقم، يعني إن هذه الكلمة شوي تضايق، إن احنا متعودين على التقارب والتواصل الاجتماعي، ولكن طبعا كلها فترة وراح تعدي بإذن الله. يعني الفترة هذه احنا لازم كلنا نكون متكاتفين مع بعض، متعاونين مع بعض، عشان البحرين تمر بسلام خلال هذه الأزمة. يعني الأخوان في فريق البحرين بالإضافة إلى الجهود اللي يقومون فيها، إحنا كلنا كمواطنين ومقيمين إحنا أيضا في يدهم. نعم. طبعا وإحنا أيضا يعني أنا أحس إن إحنا أعضاء من ضمن هذا الفريق. صحيح. فإحنا لازم نتكاتف معهم، إحنا لازم نتعاون معهم، لازم ننفذ التوجيهات اللي تصدر من اللجنة العليا. يعني موضوع التباعد الاجتماعي، موضوع لبس الكمامات، نعم. واللي راح يتم تطبيقه من اليوم، نعم. من الليله نعم, نعم. ان جميع الاشخاص اللي راح يتواجدون في اماكن عامه، يتواجدون في الخارج بالاضافه الى المحلات التجاريه اللي راح تفتح، لازم الجميع يكون ملتزم بالتعليمات الصحيه من خلال لبس الكمامات، من خلال لبس القفازات، اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه. هذه كلها يصب في مصلحه صحه الجميع، مصلحة البحرين بشكل عام. المهم في هذه الشيء ان احنا نتأكد ونكون على ثقة ان هذه فترة وراح تعدي والقادم اجمل باذن الله ان شاء الله. طبعا هذه يعني الكلام كله لمصلحة الجميع، مصلحة الافراد، لمصلحة المجتمع، لمصلحة البحرين بالدرجة الاولى. فنتمنى السلامة والوقاية للجميع باذن الله. الله يديم أفراحها، الله يديم أفراحها، وجود يايدها بحريننا بقلوبنا، بحريننا بقلوبنا، في العين محمية. الله يديم أفراحها، الله يديم أفراحها، وجود يايدها بحريننا أغلى ثرى بالطيب مروية. كل انت غنى بعيدها وكل يعايدها، بحريننا أغلى ترى بالطيب مروية. كل انت غنى بعيدها وكل انت غنى بعيدها، كل انت غنى بعيدها وكل يعايدها. هذا البلد يا حي طارية، قايد مسيرة عزها، قايد مسيرة عزها، للقمة رايدها. يا حي مالك هذا البلد، يا حي مالك
هذا البلد ويا حي طارية قايد مسيرة عزها قايد مسيرة عزها ولغم رايدها باني صروح امجادها بوقفات فعلية قدم دروس للوفا ونلنا شهايدها للوفا نلنا شهايدها رجعنا لكم أعزائي المستمعين وفي موضوعنا الرئيسي اليوم اللي راح نتكلم فيه عن خطوات الجوازات والإدارة العامة للمرور ضمن تعزيز التدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا. طبعا أعزائي المستمعين تواصل وزارة الداخلية ممثلة بكل إداراتها اتخاذ كافة الإجراءات اللي تضمن توافر الأمن والأمان في كافة ربوع المملكة، وتماشيا مع تبعات الوضع الصحي الراهن قامت عدد من الإدارات الخدمية بالوزارة بتفعيل بواباتها الإلكترونية على نطاق أوسع تفاديا لانتشار فيروس كورونا. ومن ضمن هذه الإدارات الإدارة العامة للمرور فقد عملت بجهد وفق إجراءات احترازية لتقديم خدماتها للمستفيدين عبر نافذتها الإلكترونية بأعلى مستويات السرعة والدقة والإنجاز. في حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء أكثر على الجهود الوطنية التي اتخذتها هذه الإدارة في دعم التدابير الوقائية المعمول بها في إطار الحملة الوطنية لمكافحة وباء كورونا المستجد. يسعدنا أن يكون معنا عبر خط الهاتف المباشر للبرنامج النقيب خالد مبارك بوغيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور. مساك الله بالخير النقيب خالد. مساء عليكم بالنور على السادة المستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا فيك أخوي النقيب خالد. يعني مثل ما نعرف أن فقط في خلال النصف الثاني من شهر مارس ما شاء الله الإدارة العامة للمرور أنجزت تقريبا أكثر من 50,000 معاملة، اللي نعرف أن 40,000 من هذه المعاملات معاملات إلكترونية. يعني هذه الكم الهائل من المعاملات الإلكترونية اللي تم إنجازها لأي مدى تسهم في تعزيز التدابير الاحترازية من انتشار فيروس كورونا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لكم الاستضافة اللي من خلالها نوضح كدورنا كإدارة عامة للمرور باعتبارنا احنا احدى جهات الحكومة بشكل عام في دعم كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس الكورونا. كفانا احنا وياكم كافة مستمعي الكرام شرة ان شاء الله. طبعا الإدارة عامة للمرور تعتبر كمنظومة من منظومات المملكة، فبالتالي تتخذ كافة التدابير تتخذها المملكة بشكل عام، والكل يعلم الإشادة الدولية للتدابير اتخذت المملكة وأصبحت نموذج يحتذى به ونموذج يطبق لدى كل الدول في الحد من انتشار هذا الفيروس. طبعا القرارات اللي اتخذت اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ولله الحمد لم نفس ما تفضلتي قلتي أستاذة لم تمس مفاصل الدولة وما زالت خدمات الدولة الأساسية قائمة، لكن بنيت على وعي المجتمع من خلال التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي على ما نعتقد أن يعني الخدمات الإلكترونية هي خير من يحقق هذا التدبير هو التباعد الاجتماعي. بإمكان الشخص من مكان أنه يؤدي المعاملة بصورة آمنة وعلى مدى 24 ساعة. بالله الحمد القفز في معدلات المعاملات ل 40,000 اللي هي تعتبر 80% من مجموع المعاملات لهو دليل على الوعي المجتمعي واتخاذ التدابير للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال إجراء معاملات إلكترونية وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي. نعم.
النقيب خالد، طبعا احنا مثل ما نعرف الإدارة العامة للمرور خطت خطوات كبيرة في مجال المعاملات الإلكترونية حتى من قبل انتشار هذا الوباء. يعني اليوم إذا بنتكلم عن المنصات الإلكترونية اللي قدمت ولا زالت تقدم هذه المعاملات، في حالة مثلا المواطن واجهت أي صعوبات، يعني كيف يمكن التواصل معاكم؟ يعني خدماتنا أقدر أقول أن هي روعي فيها أمرين، أمر اللي هو تنوعها نفس ما قلتي ووجودها على كافة المنصات، هناك التطبيق الهاتف الإيترافيك أو هناك عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية بحرين دوت بي اتش أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة على كافة مناطق البحرين. إذن هناك روعي التنوع، بالتالي كل بإمكان أي شخص أنه يستخدم المنصة لتتناسب مع يعني مع معرفته بالتكنولوجيا. ثانيا روعي أيضا أن تكون بالسهولة بمكان أنه تكون بسيطة مبسطة في إجراءات أثناء إعدادها هندسيا، يعني كهندسة فنية. فبالتالي دليل القفزة في 44,000 أن هي بسيطة ترى، يعني ليس هناك أي إشكالي في استخدامها، والله الحمد يعني لم ترفض الإدارة العامة للمرور أي صعوبة أو إشكالية أو استشكال في إجراء أي معاملة مرورية. لكن إحنا نقول لو هناك أي واحد استشكل أو صعوبة عليه مثلا، لما نقول ناس الله يحفظهم ناس أبهاتنا اللي ما يقدرون، فبإمكاننا أنه هو يستعين بأي شخص قريب منه أنه يديها، أو أنه يتواصل يانا. قنواتنا مفتوحة، يعني إحنا قنواتنا عن طريق الإيميل عن طريق الهاتف مفتوحة له، وبإمكان الاستفسار عن الخطوات. والعلم ترى يعني كافة قنواتنا عن التواصل الاجتماعي تشرح خطوة بخطوة كيفية اتمام أو إجراء هذه المعاملات. والله الحمد ترى أكرر ترى الإجراءات والمعلومات المطلوبة جدا بسيطة وما في أي صعوبة إن شاء الله. إن شاء الله. النقيب خالد، يعني لو نتكلم عن الخدمات المرورية، في بعض الخدمات المرورية اللي تقدمها الإدارة العامة للمرور تتطلب يعني حضور شخصي، يعني الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتوها في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا فيما يتعلق بهذه الخدمات التي تتطلب حضور شخصي؟ طبعا اسم تفضلت وقلت يعني ستظل هناك بعض الإجراءات تتطلب حضور شخصي، إن كان استنادا لطبيعة القانونية أو استنادا لطبيعة الإجرائية. يعني فنطمن السادة أن يعني الإدارة العامة للمرور وكأحد منظومات وزارة الداخلية بشكل عام، وزارة الداخلية والإدارة العامة تطبق أسس الوقاية اللي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، واللي أيضا أوصى بها فريق البحرين مشكورا، اللي يقوم بجهد كبير الصراحة للحد من انتشار هذا الفيروس. فبالتالي الإدارة العامة تطبق حرفيا هذه المعايير من خلال التعقيم الدوري لكافة مرافق الإدارة العامة للمرور، دوريات الإدارة العامة للمرور، وأيضا من خلال تأسيس مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم التقارب الأفراد. الإدارة العامة أثناء المراجعة تضع بعض الأشرطة على الأرض بحيث أن يكون هناك مسافات بين المراجع وخول المراجع أو حتى المراجع وخول الموظف. فبالتالي مبدأ التباعد الاجتماعي متحقق والله الحمد، وبالتالي المراجعة آمنة بكافة المعايير والبروتوكولات الطبية الموضوعة في هذا الشأن. وأيضا يعني تابعت الإدارة العامة للمرور سياسة مثل ما يقولون التصنيف المراجعين من خلال عدم المراجعة إلا من لديه موعد عن طريق نظام سكيب لينو. نعم. اللي هو بما يحقق مثل ما نقول احنا الفراغ بين المعاملة والأخرى، يعني بكل معامل الشخصية والقاعة لا يوجد فيه اكتظاظ ولا يوجد فيه ازدحام، فقط اللي لديهم المواعيد ينجز معاملته، وهناك مسافات فوق الآمنة. يعني ان وضعت المسافة الآمنة امتار، لا احنا نطمن ان المسافات فوق الامتار، فالمسافة فوق الآمنة. فكافة المعاملات اللي تستدعي حضور الشخصي والله الحمد روعي فيها كافة المعايير، والله الحمد ان شاء الله ستكون آمنة بإذن الله. نقيب خالد، لازلنا في يعني موضوع الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها الإدارة العامة للمرور. اليوم الإدارة العامة للمرور شأنها شأن أي جهة حكومية استفادت من الخدمات الإلكترونية في توصيل المعلومة، في التدريب، في التأهيل، ومن ضمنها موضوع يعني تعليم السياقة، يعني تم تحويل المحاضرات إلى محاضرات إلكترونية في ظل هذه الظروف الصحية اللي مر بها العالم.
كيف ساهم ذلك في تحقيق الهدف النهائي وهو التعلم؟ يعني هل في خطوة مثلا مستقبلية أن يستمر هذا الموضوع حتى بعد انتهاء أزمة كورونا بإذن الله؟ يعني تأكيد اللي قلتي أن الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية وكل لله الحمد كل القطاعات الحكومية في مملكة البحرين تسير وفق توجه استراتيجيات هدف تحقيق رؤية البحرين 2030 اللي هو أتمتة الخدمات والتحول الإلكتروني بما يحقق وقلتي بالبداية اللي هو جودة ودقة وسرعة إنجاز المعاملات بشكل عام. فبالتالي دار عام المرور تملك هذه الاستراتيجية بعيدة المدى لأتمتة خدمات والتحول الإلكتروني لكافة خدمات. وبالتالي كانت هناك استعداد لكافة الخدمات من ضمنها كان أيضا خدمة اللي هو المحاضرة أو التعليم عن بعد للطالبي الحصول على رخصة قيادة. جاء موقف اللي هو الحد من انتشار هذا الفيروس ولو كان قرار وليد الموقف لكن هذه دليل على الاستعداد المسبق والبيئة اللي كانت مجهزة لانتقال للخدمات الإلكترونية. وبالتالي انتقلنا في أقل من 24 ساعة ونفذنا كافة التوجيهات اللي صدرت في هذا الشأن بما يحقق ويعزز التدابير الوقائية للحد. لله الحمد يعني ناس ما تفضلتي المملكة البحرية تملك البيئة التشريعية والبيئة القاعدة كقاعدة بيانات والبيئة اللوجستية اللي تؤهل كافة قطاعات الحكومية في مملكة البحرين ومن ضمنها الإدارة العامة للمرور للتحول الإلكتروني. نطمنكم أن هذه إحدى الخدمات اللي تم تحويلها إلكترونية هناك ستلحقها أيضا خدمات أخرى إلكترونية لغاية نوصل للتحول التام للخدمات الإلكترونية إن شاء الله. وما هي هذه الخدمة إلا إحدى الخدمات ستنتقل كخدمة إلكترونية إن شاء الله. إن شاء الله. النقيب خالد يعني ما شاء الله مثل ما نعرف إحنا ومثل ما وضحت وبينت أن الإدارة العامة للمرور يعني قامت بالعديد من المبادرات بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا. يعني هذه المبادرات كلها أثبتت جاهزية الإدارة العامة للمرور. لكن يعني بطبيعة الحال إحنا نتطلع إلى المزيد من المبادرات اللي تسهم في تحقيق السلامة المرورية. لو توضح لنا أكثر يعني المبادرات المستقبلية اللي تم اعتمادها وتساهم في رفع مستوى السلامة المرورية. السلامة المرورية هي يعني إحدى قواعد الأمن. يعني استباب الأمن العام يتطلب السلامة المرورية. ما زال الإنسان يستخدم الشارع وإن كان هناك يعني دعوات في عدم الخروج إلا لقضاء ضرورة بس ما زال لله الحمد إحنا كمملكة البحرين بسبب قرارات من الشجاعة ولله الحمد ما زال لا يوجد هناك حجر. يعني بالتالي ما زال يستخدم الشارع. ما زالت إذن السلامة المرورية لابد أن تكون قائمة. وإحنا كوزارة الداخلية كرجال الأمن الأمن والأمان هي مسألة على مدار السنة على مدار الساعة ليست مثلا مسألة وليدة لحظة أو وليدة موقف. لذلك السلامة المرورية هي أيضا من الأمور المهمة اللي الإدارة العامة لابد أن تتخذها مهما كان الموقف اللي إحنا فيه. الإدارة العامة للمرور تطبق مبدأ التوعية قبل الضبط طبعا وبالتالي تعتمد على الوعي المجتمع في هذا الشيء ومبادراتها كلها تصب من خلال وعي المجتمع والله الحمد وعي السائق البحريني بشكل عام والشراكة المجتمعية بشكل عام في النهوض بالسلامة المرورية. لو تطرق لنا هناك مبادرات كثيرة ممكن أخرت مبادرة شكرا تطرق لنا أكثر مرة مبادرة تعزز مبدأ ارتقاء بالسلامة المرورية. هناك أيضا المبادرة الأخيرة اللي تفضل بها مدير إدارة الثقافة المرورية من خلال الجوائز اللي تطلق عن طريق استخدام منظومة الخدمات الإلكترونية بتعزز أيضا مبدأ السلامة المرورية وتعزز مبدأ أيضا الحد من انتشار فيروس الكورونا من خلال الاستخدام التكنولوجي في أداء المعاملات دون تطلب الحضور الشخصي. هناك يعني لو لن يسعنا البرنامج تطرق كثير من المبادرات لكن احنا دائما نعتمد على الثقافة وعي السائق البحريني وهذه هو مناط مبادراتنا كاملة. كل ما يصدر عن إدارة الثقافة المرورية كلها تصب في
في هذه الجهود، جهد التوعية قبل الضبط والاعتماد على وعي السائق البحريني وثقافته. لله الحمد الكل يشهد لنا وعلى كافة محافل دولية بمدى وعي السائق البحريني، والله الحمد. نعم، يعني في نهاية لقائنا معك النقيب خالد بوقيس، يعني شكرا طبعا لكم على هذه الجهود المبذولة حقيقة. يعني الإدارة العامة للمرور واضح يعني من خلال الجهود اللي تقوم فيها طوال العام، سواء بوجود أزمة أو عدم وجود أزمة، يعني هي تأخذت من سياسة هي تخلي كل شيء إلكتروني وسهل للجمهور، بالإضافة لتواجدهم في كل مكان. يعني هذه الجهود تشكرون عليها، ونتمنى في المستقبل القريب أن احنا نشهد المزيد من المبادرات، المزيد من التطور الإلكتروني، وعساكم على القوة. شكرا لك النقيب خالد مبارك بوقيس، القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور. شكرا لكم أيضا. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا. حتنا كلنا ويا كل الوفاء ويا نبع الحنان، عشان نحمي نفسنا ما ننسى أحزاب الأمان. نحب قوانين المرور لأنها موجودة لنا، نسبعها نبقى في سلام في مصلحتنا كلنا، في مصلحتنا كلنا، في مصلحتنا كلنا، كلنا. نحب قوانين المرور لأنها موجودة لنا. تبارك على طول، والهاتف اللي يشغلك ممكن تشوفه في الوصل، فكر في ناسك وهلكم في انتظارك على طول. حتنا كلنا. شكرا لكل الملتزمين. لازلنا أعزائي المستمعين متواصلين معاكم في حلقة اليوم اللي تكلمنا فيها عن خطوات الإدارة العامة للمرور في يعني مواجهة فيروس كورونا عن طريق الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها، بالإضافة لفتح جميع قنوات التواصل مع الجمهور الكريم. ومن الإدارة العامة للمرور مستمعينا ننتقل إلى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والتي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية ضمن الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. طبعا من بين هذه التدابير أعزائي المستمعين تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، حيث تم وقف استقبال المراجعين وإتاحة جميع الخدمات بشكل إلكتروني لكافة المواطنين والمقيمين والزوار. ويسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب يوسف محمد جمال، أو يوسف محمود جمال، رئيس فرع العلاقات العامة والإعلام بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. مساك الله بالخير أخوي النقيب يوسف. مسك بالنور اخوي جاسم، يا مرحبا. يا مرحبا فيك اخوي النقيب يوسف. يعني لو بنتكلم عن الخدمات الالكترونيه المستحدثه او الحديث اللي طرحتوها على الموقع الالكتروني للجنسيه والجوازات، بالمقابل ما هي الخدمات اللي كانت تقدم سابقا ايضا؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم وأشكركم على استضافتكم لي. أخوي جاسم في البداية أنا بتكلم عن خدمات اللي نقدمها ولا زلنا نقدمها لليوم. نعم. اللي هي خدمة استرداد جواز السفر البحريني وخدمة الاستعلام عن ممنوعين عن السفر. هذه الخدمات نقدمها احنا لليوم وموجودة على موقع الحكومة الإلكترونية اللي هو bahrain.bh. نعم. وبالإضافة إلى خدمة التأشيرة الإلكترونية للزوار اللي راقبين يزورون رحلة البحرين على موقعنا اللي هو www.evisa.gov.ph. هذه الخدمات لا زالت مستمرين في تقديمها. أما عن بالنسبة عن خدماتنا اللي استحدثناها كانت هذه في السابق تتطلب الحضور الشخصي، ولكن من بداية هالأسبوع اللي هو يوم الأحد 5 أبريل احنا وقفنا استقبال المراجعين حرصا على سلامتهم وتحقيقا للتباعد الاجتماعي بحيث ان كل شخص يقدر ينجز معاملته وهو في بيته. نعم. وجميع هذه الخدمات صارت الحين خدمات الكترونيه على موقعنا اللي هو npra.gov.bh. وطبعا من ضمن هذه الخدمات اصدار جواز السفر البحريني لاول مره، استبدال جواز السفر البحريني بدل فاقد والبدل تالف وتذاكر المرور وإصدار التأشيرات وتمديدها وإلقائها والتحويل المحلي، بالإضافة إلى إصدار الإقامات وتجديدها وإلقائها وخدمات الإقامة بالكفالة الشخصية وإصدار الشهادات والكثير من الخدمات غيرها بتكون موجودة على موقعنا الإلكتروني اللي حابة أن يطلع عليها بإمكانها زيارة موقعنا. يعني النقيب يوسف، هل يعني ذلك أن لم تعد هناك أي خدمات تتطلب الحضور الشخصي؟ طبعا احنا خدماتنا كلها بتكون الكترونيه. نعم. لكن الحاله الوحيده اللي الشخص بيتفضل بيزورنا فيها هي بعد ما يقدم الخدمه، مثلا خدمات الجوازات سواء دار الجواز او استبدال الجوازات. نعم. هذه بيكون تسليمها فقط في فرع مدينه عيشه من الساعه 8 لـ 2 الاحد والخميس. نعم. فهذه الخدمه يقدمها الكترونيا وبعد ما تجهز يستلمها في الفرع اللي ذكرت. نعم. نعم. فرع مدينه عيشه بيكون من الاحد الى الخميس في أوقات الدوام الرسمي من 8 إلى 2. إيه نعم. نقيب يوسف، يعني لو بنتكلم عن آلية تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني، يعني في حال وجود خدمة في بعض الأوقات بعض الخدمات بشكل أكيد أنها تطلب إتمام عملية مالية، طريقة الدفع لإتمام المعاملة في هذه الحالة شلون يكون؟ هو طبعا أول ما يدخل على موقعنا بيشوف على اليمين الخدمات اللي احنا نقدمها. نعم. هو يختار طبعا إذا كان الخدمات المتعلقة بالجوازات أو خدمات التأشيرات والإقامة، فيضغط على هذه الخدمة اللي يبيها وبعدها يختار الخدمة ويطلع على كافة الشروط والأحكام للخدمة ويطلع على المستندات المطلوبة، وإذا نزل لآخر الصفحة بيشوف طبعا الاستمارة موجودة يطبعها ويمليها، وبعدها يضغط على تقديم الطلب على نظام تواصل ويملي باقي البيانات ويرفق كافة المستندات المطلوبة مع الاستمارة ويقدم على الطلب. طبعا هو عقب ما يقدم على الطلب بتوصل رسالة نصية انه تم استلام معاملتك. اما اذا بنتكلم عن الدفع بيكون دفع طبعا الكتروني، راح يوصل رابط على الهاتف النقال وعلى البريد الالكتروني اللي هو زودنا فيها لتمام عملية الدفع. وبعد ما يتم انجاز معاملته راح ينصدر له رصيد وبيتم ارساله على بريد الكتروني للاحتفاظ فيه كاثبات انجاز المعامله. النقيب يوسف، طبعا ضمن تطوير الخدمات اليوم الإلكترونية تسهيلها على كافة المواطنين والمقيمين والزوار الحفاظ بالتأكيد على سلامتهم في ظل هذه الأجواء، تم تدشين مركز الاتصال. اليوم كيف يعمل هذا المركز؟ ما هي أهدافه؟ ودنا نعرف الجمهور الكريم بهذا المركز. طبعا هو الخطة الأولية اللي عندنا أو الخطة الأولى نحول جميع خدماتنا إلكترونية. نعم. وفي نفس الوقت احنا عممنا مثلا كافة الطرق او على جميع وسائل التواصل الاجتماعي طرق استخدام موقعنا. هو لو بد مثلا في اشخاص كما شافوا هالطرق اللي احنا عممناها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون عنده استفسار عن طريقة التقديم على طلب او اي نوع من انواع الاستفسارات، احنا راح نكون موجودين لخدمتهم على هذا المركز، وبامكانهم ان يتصلون فينا على 1-7-399-764 من الأحد للخميس من 8 إلى 2. وهذا المركز موجود عشان يجاوب على كافة استفساراتهم وحتى مساعدتهم خطوة بخطوة لتمام أي معاملة أو خدمة يطلبونها. نعم.
نقيب يوسف، يعني لو بنتكلم اليوم عن الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في المنافذ، يعني هناك منافذ لا تزال يعني تستقبل المسافرين وأيضا المغادرين، شنو الإجراءات اللي اتخذتوها؟ طبعا مثل ما أنت عارف أن موظف المنافذ هو الدرع الأول من مكتب البحرين للحادة من انتشار فيروس كورونا. نعم طبعا هم مع شركائهم المتواجدين في مطار البحرين الدولي يدققون على المسافرين قبل وصولهم البلاد عن طريق التقنيات الحديثه، وبعد ما يوصلنا المسافر نتاكد من الوجهه اللي قادم منها. وطبعا احنا من حرصنا على سلامه الجميع ما يتم دخول اي مسافر الى البلاد الا بعد مروره بالاجراءات الطبيه من قبل وزاره الصحه. طبعا هذا الشيء لاجل سلامه الجميع. نعم نقيب يوسف محمود جمال، القائم بأعمال شعبة، رئيس فرع العلاقات العامة والإعلام بشؤون الجنسية والجوازات الإقامة، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم على المعلومات اللي بينتوها في إجراءات الاحترازية اللي قمتوا فيها في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحد من انتشار فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية. مشكورين الله يعطيكم. شكرا يا حامي الدير ويا شمس يضوي على شعبك سناها، آمنت باللي حكمته درس ألهمك عز ما تناها، في كل أصبح انت نفس لك وقف ظناها. انت الذي اين عليك الغرس، خذ يا حمد داني جناها، اسست ملك والهوى ترس، اسست ملك والهوى ترس، في ديرة محض ثناها. الشعب حس يا عزة صعب عناها، تستاهلك هذه البلد عرس يا ديرة الله غناها. هذه مناها حنا
هذه البلد هذه مناها. عزيزي المواطن والمقيم، في حال شعورك بالأعراض التالية المرتبطة بمرض فيروس كورونا: ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، صعوبة في التنفس، وفي حال سفرك لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطك بأحد المسافرين إليها، يرجى البقاء في مقر سكنك والاتصال بالرقم 444 واتبع التعليمات التي ستعطى لك من قبل الفريق الطبي المختص. المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات. معاً من أجل البحرين. استجابة المجتمع للإرشادات ما يقل أهمية عن العلاج الطبي والإجراءات الصحية، بل إن الوعي المجتمعي يعد السلاح الأول لمواجهة هذا التحدي وكل الأزمات اللي تهدد صحة الأفراد وأمن وسلامة المجتمع. شرطة البحرين 100 عام من الولاء والتضحية. مرحبا فيكم مستمعين طبعا في فقرة المسابقة. نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم على 1-7-6-8-4-8-8-8 وفالكم الفوز يا رب. طبعا حلقتنا كانت عن الخطوات اللي اتخذتها الإدارة العامة للمرور وشؤون الجنسية والجوازات ضمن تعزيز التدابير الوقائية للحد من كورونا. طبعا ضيوفنا الكرام يعني الله يعطيهم العافية وضحوا لنا الخدمات الإلكترونية ومبدأ التباعد الاجتماعي اللي تم اتخاذه في هذه الإدارات لطبعا زيادة الوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس، طبعا حتى ما يعني لحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم. نقول ألو، مساء الخير. مساء النور. يا هلا مرحبا فيك، تعرفيني باسمك؟ نورة حمد محمد. نورة حمد محمد والنعم. أختي نورة طبعا النقيب خالد بوغيس من الإدارة العامة للمرور حدثنا عن المعاملات الإلكترونية، تذكرين الرقم اللي قاله؟ أكثر من كم؟ 40,000. أيوة، أكثر من 40,000 معاملة إلكترونية. فالك الفوز يا رب، مع السلامة. مشكورة. العفو. طبعا نستقبل اتصالاتكم على 1-7-6-8-4-8-8-8. ضيوفنا الكرام تكلموا عن الخدمات الإلكترونية اللي طبعا تم اتخاذها لتعزيز التدابير الوقائية للحد من كورونا، والجميل أن هذه الإدارات وغيرها من إدارات وزارة الداخلية كانت سباقة في اتخاذ هذه التدابير حتى قبل هذه الأزمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا مرحبا، تعرفيني أختي باسمك؟ أم جاسم. أم جاسم والنعم. أختي أم جاسم طبعا الخدمات اللي تميزت بها المنصات الإلكترونية اليوم، الإيترافيك اللي من خلاله احنا ندفع المخالفات، نجدد رخص القيادة. أختي بس الصوت يعني مو واضح، ما قاعد أسمع. الإدارة العامة للمرور عندها تطبيق إلكتروني اللي هو إي ترافيك أو عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية بحرين.ph. هذه المنصات الإلكترونية تتميز بشنو؟ تتميز
ان هي سرعه اجراء المعاملات في خدمات العامه للاداره اداره المرور. ان هي متنوعه وايضا شنو سهله الاستخدام. سهله الاستخدام. طبعا انتم ثم تفضلت ان 80% من مجموع المعاملات صحيح يعني سريعه صارت وفي وقت قياسي. اي نعم. يعطيك العافيه. شكرا لك يا ام جاسم وفالك الفوز يا رب. لازلنا نتلقى طبعا اتصالاتكم وأسئلتنا راح تكون عن محور الحلقة اللي هو الخدمات الإلكترونية اللي اتخذتها الإدارة العامة للمرور والشؤون الجنسية والجوازات من أجل تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي وتحقيق السلامة للجمهور. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. يا هلو مرحبا فيك. تعرفيني باسمك؟ الله يعافيك. معاش أم فاطمة حسن إبراهيم جوهر. أم فاطمة حسن يا هلا أختي. أختي طبعا اليوم الإدارة العامة للمرور تبعت موضوع التباعد الاجتماعي عن طريق كيف يعني تبعت هذا الشيء للوقاية؟ إن هي تستخدم الطرق الإلكترونية. نعم. تبعت طبعا سياسة التقييم الدوري، تم تعقيم الدوريات والمكاتب استقبال الجمهور الكريم، أيضا اليوم في سياسة تصنيف المراجعين عن طريق المواعيد، المواعيد وتطبيق الهاتف ترافيك. أيوة. وعن طريق الموقع bahrain.ph. إيه نعم. شكرا لك يا فاطمة. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني من الكلام الجميل النقيب جاسم اللي ذكره اليوم النقيب خالد بوكيس، وأنا أحب يعني أنصح التعبير أسرق أدبيا الكلمات اللي يقولها، يعني اليوم التعويل على الثقافة وعلى وعي السائق البحريني جاء من خلال مبادرات جميلة، أكيد راح ندردش مع متصلين في هذا الجانب. أكيد. تلقى اتصال أعزائي المستمعين، يقول مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا أخوي، نتعرف عليك. مرحبا. طارق زينة. طارق زينة، الآن فيك يا أخوي طارق. أخوي طارق، سمعت لحلقتنا اليوم اللي تكلمنا فيها عن يعني الإجراءات اللي خذتها الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور في الحد من انتشار فيروس كورونا. التعقيم الدوري. إيه نعم. والتباعد الاجتماعي. إيه. وضع الأشرطة على الأرض. نعم. حق المواطنين والمراجعين وسياسة التصنيف بأخذ المواعيد. الله يعطيك العافية أخوي طارق، شكرا لك، شكرا على مشاركتك معنا. يعني ما شاء الله اليوم المستمعين يعني عندهم أيضا وعي وعندهم استماع جيد، الجميع يعني قاعد يذكر المعلومات بشكل كبير. يعني هذه المعلومات أساسا اللي تطرقوا لها الأخوان النقيب خالد مبارك بوقيس والنقيب يوسف محمود جمال فيما يتعلق بالإجراءات الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور في الحد من انتشار فيروس كورونا، هذا يدل على حرص مملكة البحرين في الحد من هذا من انتشار هذا الفيروس. مستمرين في تلقي الاتصالات. مرحبا. ألو مساء الخير. ألو. يا مرحبا أخوي. مرحبا. يا هلا، نتعرف عليك. انقطع الاتصال، راح نعاود الاتصال في المستمع أيضا. ألو. مستمع آخر. نعم. السلام عليكم. لا. وعليكم السلام ورحمة. يا مرحبا أختي، نتعرف عليك. جهان معكم. جهان، ونعم فيك يا اختي جهان. اختي جهان، اليوم تكلمنا في حلقتنا عن الاجراءات اللي اخذتها الشؤون الجنسيه والجوازات والاقامه بالاضافه للاجراءات اللي اخذتها الاداره العامه للمرور في الحد من انتشار فيروس كورونا. يعني لو بنتكلم عن الخدمات اللي قدمتها الشؤون الجنسيه والجوازات والاقامه، الخدمات الالكترونيه الموجوده، ممكن تذكري لنا يعني خدمة أو خدمتين من الخدمات اللي قدمتها الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الخدمات الإلكترونية؟ تحويل المحاضرات. تحويل المحاضرات. ممكن تقصرين على صوت الراديو مع الكاميرا؟ لا. التعليم عن البعد. قصر على صوت الراديو عشان نقدر نسمعك بشكل يعني زين. إن شاء الله أخوي، إن شاء الله. إيه. تعليم عن البعد. تعليم عن بعد، هذه في المحاضرات اللي قدمتها اللي تقدمها الإدارة العامة للمرور حق تدريب السياقة. تدريب السياقة صح.
تحويل المحاضرات الإلكترونية. اي نعم. بالإضافة إلى بالإضافة إلى تعليم عن بعد. مشكورة يا أختي جهان، شكرا على مشاركتك. لازلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وفالكم الفوز يا رب في حلقة اليوم اللي تحدثنا فيها عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الإدارة العامة للمرور وشؤون الجنسية والجوازات. ألو مساء الخير. ألو هلا. يا هلا مرحبا، تعرفيني باسمك؟ مريم موسى. مريم؟ مريم موسى. موسى والنعم أختي مريم. أختي مريم، يعني خدمات كثيرة تقدمها إدارة شؤون الجنسية والجوازات، ممكن تذكرين لي إياها؟ خدمات الإلكترونية. خدمات إلكترونية، نجدد الجواز. إي نعم. طالعون الفيز. صار تأشيرات. نعم. إي وتجديدها. إي نعم. شكرا لك يا مريم، فالج الفوز يا رب. فعلا يعني خدمات كثيرة، منها إصدار الجواز، استبدال الجواز بدل فاقد وبدل تالف، إصدار تأشيرات والتحويل المحلي وإصدار الشهادات. تفضل النقيب جاس. مستمرين أعزائي المستمعين في تلقي الاتصالات أيضا. قول مساء الخير. ألو مرحبا. على 1-7-6-8-4-8-8-8 لازلنا نتلقى اتصالات. مساء الخير. يا مرحبا، ممكن تقصرون على صوت الراديو؟ ما عليكم أمر. تمام. تعرف عليك؟ اي نعم. تعرف عليك أختي؟ نعيمة علي. نعيمة علي. علي علي. أختي نعيمة، طبعا الإدارة العامة للمرور حققت ما يقارب من 80% من مجموع المعاملات الإلكترونية. تذكرين لي أكثر من إيش كثر، كم رقم المعاملات اللي أنجزتها إلكترونيا؟ المعاملات هل هي كانت 80,000 ولا 40,000؟ نعم 40,000. أكثر من 40,000 معاملة. شكرا لك يا نعيمة. يعني نتمنى من المتصلين أن هم يقصرون على صوت الراديو وأيضا يحاولون يحثوننا من السماعة مباشرة. ألو مساء الخير. يا هلو مرحبا. طبعا على تفضلي. ألو مساء الخير. عليكم السلام والرحمة. هلا مرحبا. يا هلا. الله يسلمك ويعافيك. تعرفيني باسمك؟ نورة شاين. والنعم أختي نورة. عشوت. سمعتي حلقتنا نورة اليوم؟ لا والله ما سمعتها. انزين. راح أحاول أسهل لك اليوم. الإدارة العامة للمرور يعني حقيقة يعني عندها العديد من المعاملات الإلكترونية اللي طبقتها في السابق ولا زالت تحقيقا لمبدأ اليوم التباعد الاجتماعي. تعرفين أو تذكرين لي هذه المعاملات اللي ممكن واحد يقوم فيها إلكترونيا؟ حاليا هما سهلوا عن طريق برنامج الإي ترافيك. إيه نعم. الناس تقدر من خلاله تسجل السيارة. إيه نعم. تقدر تدفع المخالفات. صحيح. يعني مجرد صار هو يعني مثل ما تقولين ميني بروجرام. إيه نعم. يقدر المواطن يسوي أي معاملة تخص المرور من خلاله. يعطيك العافية نورة. فارج في أمان. مع السلامة. فاصل أعزائي المستمعين ونواصل اتخاذ أخذ أرقامكم ومشاركاتكم وفالكم الفوز يا رب. في العين نعم أمن الوطن حنا وحنا
لها عين وقلب ما يعرف النوم عسى الله يديم رايتنا وتبقى في المعالي دوم وحنا لجلها عين وقلب ما يعرف النوم كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين زين حادث السيارة متدهورة وفي إصابات أبوي. طوارئ. أخوي عندنا حريقة في البيت أخوي. طوارئ. بغيت لو سمحت تعرف لو سمحت. عندنا حادث سيارة. طوارئ. لأن الطائرة هي من محرج. طوارئ. لو سمحت أبوي أنا تبعت علي حرارة السيارة وحين واقف في الشارع. طوارئ نعم. يا أخوي باهر داشين بيتنا وضايقينه يا أخوي. طوارئ. شيخ أبو خمس دوائر. طوارئ نعم. لو سمحت في حريقة في البيت الجنبي. طوارئ نعم. أخوي عندنا عامل طايح على راسه الطابق الأول. طوارئ نعم. طوارئ. عمليات. طوارئ نعم. الأمن خلال أسبوع. وصلنا أعزائي المستمعين إلى فقرة الأمن خلال أسبوع، ومعانا من غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية الملازم أول سعود البسميط. مساك الله بالخير أخوي سعود. مسك بنور السرور نقيب جاسم، محبة مسي على الأخ الشيخ الزياني وعلى سائر المستمعين بكل خير. يا هلا أخوي، تفضل الله يسلمك. تفضل فضلك. استلمت الغرفة خلال الأسبوع 2373 بلاغ، وخلال 24 ساعة 363 بلاغ. ومن أهم البلاغات اللي استلمناها بتاريخ 4/4 ساعة 2:30 الظهر هو نشوب حريق بمنزل منطقة البر القديم. نعم. وجد أشخاص محشورين، وعلى الفور تم إرسال آليات الدفاع المدني. بعد وصولهم تم إخراج امرأتين ورجل من قبل أفراد الدفاع المدني. وباشر أفراد الدفاع المدني عملية إخماد الحريق، حيث كان الحريق في المجلس وقد أتلف بالكامل، كما ضرر أرجاء المنزل بضرب متراوحة من الحريق والدخان والحرارة. السبب راح يكون التماس كهربائي. نعم. وبخصوص المحشورين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وقد تعرضوا لحالة اختناق وتمت معالجتهم ولله الحمد. طبعا هذه من أهم البلاغات اللي استلمناها خلال هالأسبوع. الملازم أول سعود البصميت من غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لك. الله يعافيك والعفو. ننتقل لغرفة العمليات والمراقبة المرورية، ومعنا طبعا النقيب أحمد الأحمد. مساك الله بالخير. مسيك الله بالنور أختي شيخة، مسي عليك ومسي على النقيب جاسم. مسيك بالنور وعلى الأخوة والخوات المستمعين لهذا البرنامج. يا هلا ومرحبا. يا هلا بيك. طبعا بالنسبة خلال الأسبوع ما وردنا من حوادث مرورية، كان عندنا مجموعة 4 حوادث، حادث واحد تدهور وحادث إصابات بليغة، وللأسف الشديد كان هناك حادثين وفاة.
بالنسبة عن حركة المرور حاليا، الحركة على الشوارع الرئيسية أيضا الشوارع الفرعية الحركة عادية وانسيابية ولا توجد ازدحامات، والدوريات أيضا موجودين لتسهيل حركة المرور. في النهاية إن شاء الله نتمنى إجازة سعيدة للجميع وخالية من الحوادث إن شاء الله. آمين يا رب. طبعا الشكر موصول لك النقيب أحمد الأحمد وكافة العاملين في غرفة العمليات والمراقبة المرورية، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا. عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، تطبيقا لقرار منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة بهدف حماية المجتمع، تدعوكم وزارة الداخلية إلى مراعاة الأمور التالية: الخروج من المنزل للتحرك للعمل أو شراء الأدوية أو الذهاب للمستشفيات أو لشراء الاحتياجات المعيشية الضرورية، الأخذ في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة في الطرقات العامة أن تكون بشكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك مسافة كافية بين الأفراد، مع عدم اصطحاب الأطفال وصغار السن، عدم التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة لأكثر من 5 أشخاص، منع التجمعات بالمتنزهات والسواحل العامة، الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية والاجتماعية، ويشمل ذلك مناسبات الأفراح والعزاء، وعلى أن تقتصر مراسم التشييع للجنائز على الأقارب، الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي في صفوف الانتظار، والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة ونقاط انتظار توصيل العمال من وإلى مواقع عملهم على سبيل المثال، الاستفادة من أنظمة طلب الاحتياجات والمشتريات المنزلية عبر خدمات التوصيل إلى المنازل. وتؤكد وزارة الداخلية على بذل كافة الجهود والإجراءات من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وإن هذا الأمر لا يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع في الالتزام بتلك التعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشأن، وأن الوزارة على ثقة تامة من تفهم المواطنين والمقيمين تلك التدابير واستجابتهم لتلك الإرشادات والنصائح، والتي ستسهم بإذن الله في إنجاح جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا. حفظ الله البحرين وشعبها من كل سوء ومكروه. وطننا تحميه وحدتنا، وطننا تحميه وحدتنا، الحب هو ما يدفعنا، الحب هو اللي يدفعنا، هويتنا في قيمنا، هويتنا في قيمنا. يا هلا مرحبا فيكم أعزائنا المستمعين، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وعقب ما انتقلنا إلى فقرة الأمن خلال الأسبوع. متواصلين معاكم في تلقي الاتصالات على 1-7-6-8-4-8-8-8. نقول مساء الخير. يا هلا والله. يا مرحبا أخوي، نتعرف عليك. ناصر أحمد. ناصر أحمد، نعم فيك يا أخوي ناصر. أخوي ناصر، استمعت حلقتنا اليوم اللي تكلمنا فيها عن خطوات الأخوة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور ضمن نعم. تعزيز تدابير الوقائية لحد من انتشار فيروس كورونا. أخوي ناصر، يعني اليوم احنا مثل ما تعرف تكلمنا عن جميع التدابير اللي قاموا فيها الأخوان، لو بتذكر لي المنصات اللي
ممكن ان انت تقوم فيها في الخدمات الالكترونيه في يعني من خلال الاخوه في الاداره العامه للمرور. هناك ثلاث منصات، اذا ممكن تذكر لي منصتين. طال عمرك هو تقدر من البوابه الالكترونيه. نعم الالكترونيه نعم. ومن خلال موقعهم nbra.gov.bh تقدر تدخل على خدمات الاداره. اي نعم. بالاضافه طبعا خدمات الشؤون الجنسيه والجوازات الاقامه اللي هو NBRA، شو الخدمات اللي يقدمونها؟ الله يسلمك، عندهم عدة خدمات الكترونيه. نعم اي نعم، منها اصدار الجوازات وطلب التجديد والاقامات واصدار شهادات، اصدار شهاده اللي هو نعم عدم الممانعة والشهادات الثانية. مشكور يا أخوي ناصر، الله يعطيك العافية، شكرا لك وعلى مشاركتك. ناخذ أيضا اتصال آخر. ألو مساء الخير. مرحبا مساء النور. يا هلا مرحبا فيك، تعرفني باسمك. حمد عيسى يعقوب. حمد عيسى والنعم. أخوي حمد سمعت حلقتنا اليوم؟ اي نعم شيخ. اليوم كيف ممكن لإدارة الجنسية والجوازات ولا الإدارة العامة للمرور ان هي تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي؟ الله يطول عمرك، وانا بكتب على التعقيم والبعد عن الأشرطة وتثقيف المراجعين. يعطيك العافية، شكرا لك يا أخوي حمد. فعلا يعني الإدارة العامة للمرور قامت بتعقيم الدوري وسياسة التصنيف للمراجعين عن طريق المواعيد سكيبلينو، وأيضا التباعد الاجتماعي عن طريق وضع الأشرطة اللي أكثر من أمتار للحفاظ على سلامة المراجعين. مستمرين أعزائي المستمعين في تلقي الاتصالات للمشاركة في مسابقتنا اليوم، ونقول مساء الخير. ألو مرحبا. مساء النور. مساء النور يا هلا أختي، تعرف عليك؟ سلمى رجب مفتاح. سلمى مفتاح، ونعم فيك يا أختي سلمى. أختي سلمى، يعني اليوم مثل ما نعرف أن الإخوان في الإدارة العامة للمرور قاموا بإنجاز العديد من العمليات أو المعاملات، أكثر من 50,000 معاملة. تعرفين عدد المعاملات من هذه 50,000؟ كم معاملة إلكترونية؟ 40,000. نعم 40,000، بما يعادل تقريبا 80% من مجموع المعاملات كلها كانت معاملات إلكترونية. شكرا لك يا أختي سلمى على اتصالك، شكرا. أيضا ناخذ اتصال آخر. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. يا هلا مرحبا، تعرفيني باسمك؟ غفران. غفران، سمعتي حلقتنا غفران؟ إيه سمعتها. طيب الخدمات اللي تقدمها شؤون الجنسية والجوازات عندها موقع إلكتروني، ممكن الواحد أنه يصدر الجواز يستبدله يصدر تأشيرات، تعرفين لي اسم هذا الموقع؟ nbra.bh.gov.bh. يعطيك العافية، شكرا لك غفران، مع السلامة. مع السلامة. ومن غفران مستمرين في تلقي الاتصالات، ومتصل آخر ونقول مساء الخير. ألو مرحبا. ألو ألو مساء الخير. ألو يا هلا مرحبا، تفضلي، تعرفيني باسمك؟ اختي انا غفران. غفران معنا على الخط، مشكوره يا غفران، تلقى اتصال اخر على 1-7-6-8-4-8-8-8. مستمرين في تلقي الاتصالات ونقول مساء الخير. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك بيان. بيان؟ اي نعم. ونعم فيك يا بيان. بيان، اليوم يعني في حلقتنا اللي تكلمنا فيها عن الخدمات اللي تقدمها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالإضافة إلى الإدارة العامة للمرور، هناك خدمات عديدة إلكترونية. لو بنتكلم عن خدمات الأخوان في الإدارة العامة للمرور، شنو الخدمات اللي يقدمونها من خلال منصاتهم؟ اللي هي التعقيم الدوري. خدمات الإلكترونية. لا ترافيك عبر موقع ترافيك. هذه هاي المنصة اي ترافيك اللي هي هو تطبيق الإدارة العامة للمرور والحكومة الإلكترونية اللي هو بحرين دوت بيت. نعم بحرين دوت بيت، شكرا لك يا بيان على اتصالك. ألو مساء الخير. يا هلا مرحبا.
المسي عليش الأخ الشيخ والمسي على الأخ النقيب جاسم. يا سيك النور والسرور. علي جعفر معك. ونعم يا أخوي علي. نعم بحالك أخوي. أخوي علي طبعا الإدارة العامة للمرور اليوم من خلال خدماتها الإلكترونية عندها التعليم عن بعد. حدثنا النقيب خالد بوقيس، تحدثني عن ذي الجانب. التعليم عن بعد اللي هو المحاضرات المحاضرات اللي هو مدرسة تدريب السياقة. اي نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. في أمان الله. موفق. مع السلامة. ومن الأخ علي جعفر إلى متصل آخر نقول مساء الخير. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو مرحبا. يا مرحبا. تعرف عليك أختي؟ معك خديجة. خديجة ونعم فيك يا خديجة. خديجة اليوم في حلقتنا تكلمنا عن العديد من الخدمات اللي تقدمها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالإضافة إلى الإدارة العامة للمرور. شؤون الجنسية والجوازات والإقامة يقومون بتقديم خدماتهم عبر منصاتهم الإلكترونية وعبر موقعهم الإلكتروني npra.gov.ph. لكن في بعض الخدمات يعني مثلا عقب ما نصدر الجواز من خلال هذه الموقع وين نقدر نستلم الجواز؟ من مدينة عيسى فرع المدينة. اي نعم. اللي يعملون من الأحد للخميس الساعة 8 والساعة 2. شكرا شكرا يا خديجة وشكرا على اتصالك. الله يعطيك العافية. أيضا ناخذ اتصال آخر. ألو مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا يا أختي، كيف الحال؟ الله يسلمك. تعرفني باسمك الشيخ؟ سلمان عبد الله سلمان. والنعم أخوي سلمان. بحالك لطول عمرك. سمعت حلقتني يا سلمان؟ إيه نعم أنا حضرت. شو استفادت منها؟ شنو المسج اللي وصلك اليوم من الحلقة؟ والله الشيخ المسج اللي وصلنا يعني إن الوباء يعني ما نعتبره وباء الله يحفظك، لأن بعد استفدنا منه خلال هالفترة يعني من أشياء كثيرة. شلون؟ يعني سهلونا أمور الحكومة مثل المرور والجوازات وهذه الأشياء سهلت علينا، ما يتوجب إن نروح لهم إن شاء الله، يعني الأشياء بعد تتم موجودة على طول يعني. نعم من خلال الخدمات الإلكترونية. أي نعم من خدمات. شكرا الإلكترونية. لك يا سلمان. مرحبا. الله يسلمك. في أمان الله. على 1-7-6-8-4-8-8 مستمرين في تلقي الاتصالات. قول مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا أخوي، نتعرف عليك. مشعل عبد الله سيف. مشعل عبد الله سيف. ونعم فيك يا اخوي مشعل. نعم حولك اخوي مشعل. يعني في خدمات الكترونيه قمت فيها في خلال هذه الفتره او احد من هالك، يعني سواء في الاداره العامه للمرور او شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه، استفدتوا منها؟ لا والله. لا والله ان شاء الله. لا والله ليه ما سويت شيء. ليه ما تعاملت ان شاء الله. ان شاء الله في القريب العاجل بالتعامل. لكن لو بنتكلم عن الإدارة العامة للمرور، هناك يعني قامت في خلال فترة بسيطة بس من النصف الثاني في شهر مارس بتقديم أكثر من 50,000 معاملة. كم عدد المعاملات الإلكترونية من 50,000 معاملة؟ 50,000 معاملة. اي نعم. أو 40,000. 40,000 كلها معاملات إلكترونية. مشكور يا أخوي مشعل، شكرا لك وعلى اتصالك. آخر مكالمة مشاركة معنا اليوم في المسابقة نقول السلام عليكم. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يعطيكم العافية. مسيك بالنور والسرور يا أخوي. يعني من معنا معكم عدنان بو محمد. الله يسلمك. عدنان بو محمد. والنعم أخوي عدنان. يعني شوف الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة الجنسية والهجرة والجوازات يعني شغلهم واضح وباين يعني حق العيان يعني. فالإدارة العامة للمرور يعني على البلاغات اللي تلقاها، على المعاملات الإلكترونية، على تواجدهم في ميدان العمل، يعني يحتاجون الجهود مضاعفة للأمانة يعني. فيعني وجودهم في الشوارع مع حملة التعقيم اليومي هاي بعد تحتاج يعني تحتاج آليات، تحتاج أفراد زيادة عن العدد اللي كانت تقوم بمهامها اليومية. فشكرا لهم. يعني من ضباط، من أفراد، من ضباط صف، يعني مهما قلنا في حقهم ترى لا يعني ما بنوفيهم حقهم يعني. وهاي المفروض يعني هاي أقل واجب يسويها المواطن أو المقيم يعني حق الإدارات، حق إدارات وزارة الداخلية. يعني شغلهم واضح
التطبيقات اللي مسوينها يعني حق تسهيل وتذليل الصعاب حق المواطنين يعني واضحة، تطبيق ترافيك، الحكومة الإلكترونية، المنصات اللي منتشرة يعني في كل المحافظات سواء في المجمعات سواء في البرادات سواء في أي مكان، يعني هاي تسهل على المواطن إنه يتعنى إنه يخسر وقته يخسر هذه. كذلك الجوازات يعني الموقع للحين والخدمات الجديدة اللي ضافوها حق محمد الله يحفظك، شكرا لك وعلى مداخلتك، يعني فعلا مستمع واضح انك استمعت واستفدت من المشاركة. راح طبعا نعلن عن اسماء الفائزين بعد اجراء القرعة بعد هذا الفاصل. شدايد كلنا رجال أمن بعزمنا، قواتنا درع الفخر وحنا السيوف الأمننا. وقت الشدايد كلنا رجال أمن بعزمنا، قواتنا درع الفخر وحنا السيوف الأمننا. حنا الفدا ونار العدا، حنا حماة وطاننا. الخليج رقابنا الشدايد كلنا رجال أمن بعزمنا، قواتنا درع الفخر وحنا السيوف الأمننا. رجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل القصير. الاخوان في الكنترول اجره والقرعه، وراح نقول لكم اسامي الفائزين معانا: منيره ام جاسم، طارق زينل، مريم موسى، نوره شاهين، ناصر احمد، سلمى رجب. راح نعيد الاسماء: منيره ام جاسم، طارق زينل، مريم موسى، نوره شاهين، ناصر احمد، سلمى رجب. ونقول لهم الف مبروك ومشكورين على اتصالكم. يعني وصلنا نقيب جاسم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. طبعا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني، عمليات التعقيم والتطهير، مشكورين اللي قاموا فيها ولا زالوا يوميا يقيمون يعني للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. اليوم تكلمنا عن شؤون الجنسية والجوازات والإدارة العامة للمرور، هذه الخدمات الإلكترونية حقيقة اللي يعني كانوا قايمين فيها بالسابق وزادت الآن في ظل الظروف الحالية. نتمنى طبعا السلامة للجميع، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله ومع السلامة. مع السلامة.